أشعار السفر، وهو من الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سفره. Ladies and gentlemen, the text you are about to hear is a supplication which Prophet Muhammad, peace be upon him, used to pray upon traveling. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما رأينا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا وطل عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المرض وسوء المنقلب في المال والأهل.